سيبقى هنا بطنجة لمواصلة مغامرته الإفريقية. دخول تيغادي وين هو الذي سيعاود ياسر القاسمي مجبرا ومكرها بين فربيك. سيدخل تيغادي وين في الدقائق القادمة من المباراة. عدنان تيغادي وين لاعب نادي فيتاس أرنهايم مكان ياسر القاسمي. رب ضرة نافعة، خيرها في خيرها، الأمور قد تأخذ منحى معاكس لما يظن ياسين القاسمي. دخول زميله تيغادي وين الذي يود أن يقدم الإضافة لرفاقه وزملائه. هنا الرد يأتي من طرف المدرب عز الدين الجودي. دخول أمير سعيود، دخول أمير سعيود في الدقائق المقبلة من المباراة مع محمد عواج. الثنائي الذي يحتفظ به عز الدين الجودي حتى في الحصص التدريبية كان يعتمد كثيرا على هذا الثنائي، أمير سعيود ومحمد عواج يدخلهما معا في الجولة الثانية. حذاري من هذا الثنائي، أمير سعيود ومحمد عواج الرقم 9 اللي كان حاضر في المباراة الأولى. سيدي أحمد عواج لاعب مولودية وهران ولاعب الإسماعيلي المصري. أمير سعيود أفضل ناشئ جزائري العام الماضي، هذا أمير سعيود. هنا عز الدين الجودي غير من قناعاته، سيبحث عن تسجيل هدف بإدخاله لعنصرين هامين، أمير سعيود وسيدي أحمد عواج. يعني الكوتشنج الموفق من طرف المدربين. هنا لاعب ساخط على قرار المدرب محمد شلالي، لاعب نادي أبردين الاسكتلندي غير راضي على تغييره من طرف المدرب عز الدين الجودي. يدخل مكانه سيدي احمد عواج. خروج لاعب اخر رقم 15 بالخيتر مختار، لاعب نادي البليد الممارس دوري الدرجه الثانيه، سيعوض امير سعيود. كيف ستكون ردة فعل المدرب بين فربيك وحميد الورقة أو الرجل الذي ارتبط اسمه كثيرا بحسن حرمة الله في الإدارة التقنية القطرية وفي نادي لسمير وفي شباب المحمدية وفي مجموعة من الفرق. حميد الورقة المدرب الوطني للمنتخب الأولمبي المغربي، الرجل الذي يقدم خدمات كثيرة وكبيرة لهذا المنتخب والذي يأمل أن يبلغ الدورة الأولمبية مع رفيقه الهولندي بين فربيك. هانك دوت روبرت فربيك وكل الطاقم الفني المشرف على المنتخب الأولمبي في هذه البطولة الإفريقية لأقل من 23 سنة. مشات كرة من محمد أبرون، محمد أبرون عبد العزيز برادة، ستتضح المساحة الآن، مشى برادة، يلا الكرة من عماد نجاح في الأخير تعود للمنتخب الجزائري. هنا هجمة مضادة، خروج الحارس ياسين خروبي، تصل الكرة ويمنع المهاجم الجزائري من الوصول لمساحة عملية المنتخب الأولمبي. ياسين الخروبي، زهير فضال. هذه مباراة بطولة، مباراة خاصة،